الله لحمد بن طالب بن علي الجربوعي المري. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا تستمر من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. شوط الختام ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المميز والجميل. ينطلق هذا الشوط الخاص بالابكار الإذاع وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعادة. يسير يحمل لنا هذا الشوط ايضا في طياته هذه الشعارات المميزة والكبيرة والاسماء التي تشارك في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مباشرة مع الصدارة مع المركز الاول والبداية، الزبارة من تفتتح النداء لهجن ام الزبار وبقيادة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. من يتابع الزبارة مع المركز الاول بينما نتابع المركز الثاني. وصول من ابعاد لهجر المرقاب يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري المبدع كما قدم لنا ايضا سدره في الشوط الماضي لتجدد انجازاتها السابقه في هذا الموسم. مشاهدينا متابعينا الكرام يحضر هذا الشعار ويقدم لنا ابعاد بانطلاقه هذا الشعار المميز وبمتابعه احد الشباب المميزين حمد بن علي بن حلفان المري. نتابع المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل شديده لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني، ايضا من يقدم لنا هذا الانطلاق المميز من خلال تواجد شديده. المركز الرابع قدوم ووصول لهذه اللحظات من نوف لجن الشحانيه ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. مع المركز الرابع المركز الخامس قدوم من الواعيه لهجن ام الزبار وجابر بن علي بن جابر ال نجم المري. من يتابع انطلاقه الواعيه مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء الاولى المتقدمه مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا هي الاسماء المتقدمه في هذا المسار المميز والجميل. ولكن عوده مع البدايه، نعود مع الصدارة مع المركز الأول أبعاد من تقود الأسماء والتحديات المميزة بشعار هجن المرقاب وحمد بن علي بن حلفان المري. من يتابع ويراقب انطلاقة أبعاد مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات من الدوحة لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. من يتابع لنا الدوحة وتابع الوصول أيضا في هذه لحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار، ووصل الشعار الغرفاوي ليقدم لنا ايضا انطلاقة مشاهدينا متابعينا الكرام اللي وصلت في هذه اللحظات وغير مباشرة نحو صدارة هذا الشوط ليالي لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بينما تابع المركز ايضا هنا الزبار لهجن ام الزبار مع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. نتابع وصول وقدم من هجن الشحانية مع سور جار الله بن محمد بن عقيل يصل لبرنس ويقدم الانطلاقة سور. ولكن شوف ايضا اللي تدخلت هنا مدللة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان ال ثاني مهنا بن محمد بن ضابط ال ضابط الدوسري. من يقدم للانطلاقة مدللة في هذا المسار المميز والجميل. بينما اتابع من الجانب الاخر ايضا قدوم في هذه اللحظات مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك ايضا الدوحة يجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. من يتابع ويراقب ايضا انطلاقة هنا الدوحة في هذا المسار المميز. هكذا هي الاسماء، موقعنا الكيلومتر الاخير يا مضمرين يا متابعين. يا سلام، ليالي 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 هنا مع المركز الاول مع صدارة هذا الشوط بشعار هجر الغرافة والمدهش والتضمير سالم بن عامر المدهوشي. من يقدم لنا ليالي بتحدياتها المميزة والجميلة. بينما تابع المركز الثاني ابعاد لهجن المرقاب حمد بن علي بن حلفان. من يتابع ابعاد المركز الثالث قدوم من مدلله لسعاده الشيخ خليفه بن عبد العزيز بن خليفه بن سلطان ال ثاني مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري. من يتابع بينما تحركت ايضا هناك هجن ام الزبار من خلال تواجد ايضا الدوحه عبد الله بن علي بن حمد بن سلامه المحنك. من يتابع ايضا انطلاقه الدوحه. ولكن ليالي ليالي يا ليالي هجن الغرافة تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق وسجلها مليء بالانجازات ليالي في العام الماضي وفي هذا الموسم تجدد الانجازات. سلام هجر الغرافة، سلام سلام المدهي، سلام على هذا الاداء المميز اللي تقدمه ليالي. تهانينا والناموس. والنقطة الثانية في هذا الصباح لصالح هجر الغرافة، تهانينا
لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأنجاله الكرام على هذا الفوز والانتصار، والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي من قدم لنا ليالي في هذا الشوط المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام الدوحة لهجر أم الزبار ويضمنها عبد الله بن علي بن حمد السلام الهاجر للمركز الثالث. كان الوصول من شقرة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الرابع. المركز الرابع وصلت صملة لهجر أم الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وخامس المراكز كان الوصول من أبعاد لهجن المرقاب مع حمد بن علي بن حلفان المري. هكذا مشاهدي الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت ليالي لتجدد الإنجازات والانتصارات في سجل هذا العام الماضي، إنجازات عديدة مشاهدي الكرام تحضر أيضا في هذا الموسم بكل تميز. أيضا تهانينا والناموس لهجر الغرافة 6:08 46 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجر الغرافة وتهاني المدهش سالم بن عامر المدهوشي المركز الثاني. من وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا هنا كان الوصول من الدوحه، توقيتها الزمن 6:58 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لهجر ام الزبار والتهاني لعبد الله بن علي بن حمد بن سلامه الهاجري بينما المركز الثالث كان الوصول من شقره، توقيت الزمن 6:11 20 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لهجن الشحاني والتهاني المشاغب محمد بن خالد العطيه. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذه الاشواط الصباحيه المميزه التي حملت لنا الإثارة والندية الكبيرة بين شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، نذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الرجال الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، حضر الشعار ندعم ليكون حاضرا في هذا الصباح مع الشوط الأول الرئيسي مع انطلاقة عرين. تهانينا والناموس لجن شحانية والتهاني المبدع ايضا المشاغب محمد بن خالد العطيه من قدم لنا عرين مع الشوط الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم، مشكور على هذا الاداء المميز يا ابو خالد في هذا الصباح. بينما حضر مع الشوط الاول الرئيسي عتيم ايضا حضر وخطب الشوط الاول الرئيسي للقعدان الاذاع كعاده هذا الاسم المميز والكبير ايضا لمؤسسه هجن ام الزبار. تهاني والناموس على هذا الفوز والانتصار، والتهاني للوحش مبارك بن محمد بن صرير. وايضا عتيم مشاهدي الكرام هو صاحب التوقيت الافضل والاميز في صباح هذا اليوم بتوقيت زمني وقدره 6:92 جزء من الثانيه، تهاني نو ناموس على هذا الفوز والانتصار، تهاني نو ناموس لجميع الفائزين. مشاهدي الكرام وصلنا للختام، على امل اللقاء بكم في يوم الغد.